نكمل بقى يا باشمهندسين. هنتكلم دلوقتي في حاجة مهمة جدا، هي الكالرز. الألوان بقى يا باشمهندس، الألوان وبص كل حاجة، تمام؟ يعني حتى الواجهة ديت، الواجهة دي بيضاء، ممكن ما تبقاش بيضاء، يعني ممكن تخليها لون تاني لو أنت حابب يعني، تمام؟ فلو تكينا من هنا أوبشن، بعد كده قلت له جرافيك كالرز، هتلاقيها متقسمة جزئين، في جزء بيقول لك ديسبلاي وفي جزء أوتبوت. طيب الديسبلاي ده يا باشمهندس خاص بالرؤية اللي أنت شايفها، تمام؟ زي إيه يا هندسة؟ يعني مثلا بيقول لك أنا هرسم لك العمود مثلا باللون ده، والكاميرات مثلا باللون ده، الوولز هرسمها لك مثلا بالأحمر. طب مثلا خلينا مثلا نغير، لو اتكيت كده تك، هو حتى بيقول لك كليك تو تشينج كولرز، تمام؟ لو غيرت كده يا باشمهندس وليكن خليت الأعمدة مثلا بالأصفر، قلت له أوكي، هتلاقي الأعمدة كلها اتغيرت باللون إيه؟ الأصفر. فأنت تقدر تتحكم في الرؤية حسب دنيتك أنت، يعني شوف أنت يا باشمهندس إيه المريح لعينك يعني، خلاص؟ بس خلي اللي هي الديسبلاي ديت، يعني خليها دايما الديفولت أفضل يعني، تمام؟ تقدر برضو تغير أي لون. بص يا باشمهندس، ده الكولومز بقى، البيمز، البريسز، اللينك، السبرينج، التندون اللي هو البوستنشن، السلاب بانل، تمام؟ هنا الوولز، الفلورز، كل حاجة يا باشمهندس تقدر تغير فيها، هتلاقي كل حاجة أنت ممكن تستخدمها، تمام؟ يعني حتى الدايمنشن، تمام؟ طيب الشاشة بقى يا باشمهندس، هنا بيقول لك مثلا إحنا عاملينها وايت باك جراوند، بيضة. في ناس البيضة أصلا متعبة للعين، خلاص؟ فبتخليها إيه؟ سمرة، تمام؟ السيف في الأوبشن ده، تمام؟ والساب والكتاب، خلاص. يعني انا من فتره من الفترات كنت بشتغل بكل كل الباك جراوند كلها سمراء، تمام؟ لانها البيضه بتتعب العين مع الوقت، تمام؟ لما غيرت الباك جراوند تلقائي الالوان دي اتغيرت، هو البرنامج عامل ديفولت مثلا لكل حاجه، خلاص. يعني مثلا لو عندك مثلا حاجه كانت سمراء اصلا، خلاص، او مثلا كانت زرقاء، لو ما تعمل الشاشه سمراء مش هتبان قوي، فهو غيرها لك فتحها لك يعني، خلاص. فقلت له مثلا ابلاي، فادي الشاشه بقت ايه؟ سمراء. فتشوف بقى المريح لعينك ايه يا باشمهندس، وتشتغل زي ما انت حابب، خلاص. السمراء مريحه للعين اكتر من الشاشه البيضاء يعني، تمام. الاوبشن اهيت، خلاص. طيب لو انت مثلا عايز ترجعها مثلا وايت اهوت، طب لو انت مثلا كنت غيرت لون، تمام، وعايز مثلا وليكن اهوت، اوكي، وعايز مثلا ترجع، مثلا غيرت الكاميرات وعايز مثلا ترجع الدنيا تاني، فانت مش عارف درجة اللون كانت ايه بالظبط، فممكن نقول له هنا ايه، رجعها لي ايه الديفولت يعني، رجع لي الديفولت وتقول له اوكي، خلاص. طيب ده بالنسبة للرؤية في البرنامج. طيب بالنسبة بقى يا باشمهندس للاوبشن اللي هي بقى الاوتبوت، الاوتبوت دي خاصة باستخراج النتائج، يعني خاصة باستخراج النتائج بتاعتك. هنا مثلا بيقول لك لما اجي اخرج لك النتائج، لما تعمل رن بيكون عندي كونتور رينج، تمام. دي الالوان الخاصه بالكونتور رينج بتاعتك من المينيمم للماكسيمم، خلاص. يعني مثلا انت بتبقى فارض شبكه، وليكن الشبكه ديت الكبس بتاعتها 2 طن، تمام. فانت مدخل المينيمم مثلا 2 طن والماكسيمم 2 طن برضو، او خليها مثلا 2 طن والماكسيمم وليكن 10 طن. هتلاقي بقى ما بين ادي المينيمم او اللون ده ال 2 طن والماكسيمم 10 طن، ما بينهم بقى يا باشمهندس ايه الكلام ده، خلاص. هنا مثلا انت قريب مثلا من المينيموم، هنا انت قريب من الماكسيموم، وهكذا يعني. طيب هنا بقى الديزاين على الكاباسيتي ريشيو بتاع الاعمده يا باشمهندس، دي مهمه. لما كنا بنصمم الاعمده بطريقه الديزاين، تمام، فكان بقى يا باشمهندس لو العمود انصيف كان بيظهر لك بالاحمر، تمام. انصيف يعني ايه؟ يعني الدي على سي اكبر من ايه؟ اكبر من الواحد، اكبر من او يساوي الواحد، تمام. طب لو فرنش مثلا 90% كان بيكون باللون ده، 70% مثلا بيكون ايه اللون ده، من مثلا بيقول لك من صفر لنص بيكون باللون ده، اللي هو ايه، من صفر لنص لو باللون ده تعرف ان القطاع بتاعك امن بزياده، تمام. انما لو اللون ده مثلا اللي هو من 7 من 10 ل 9، او عفوا من 9 من 10 ل 1، يبقى كده يعني هو سيف واقتصادي، واخد بالك. انما مثلا لو من 7 من 10 ل 9 اللي هو باللون الاصفر، يعني اقل من الاقتصادي شويه، وهكذا. تقدر بقى تغير الكلام ده، خلاص. ولكن سيبها الديفولت يعني، سيبها الديفولت، خلاص. طيب ايه الارقام دي يا هندسه؟
الارقام ديت اللي هي درجه مثلا انت مطلع النتائج مثلا، دي درجه الشفافيه والوضوح بمعنى اصح. لو كانت صفر بقى بيجيب لك مثلا كونتور رينج اوضح حاجه ومش عارف ايه، كل ما بقى اما تزود الرقم ده كل ما كانت الصوره هتبقى ابهت شويه. تمام، فسيبها دايما كده عشان ايه لما تيجي تاخد سكرين ولا حاجه تحطه في النوته وكده. خلاص يا هندسه، هنا بقى بيقول لك الفور ديفايس تايب، هنا الكلاسيك ولا الكلام ده، سيب ايه، سيب الدنيا هنا ديفولت بس كده. انا بفهمك بس الدنيا، لو انت حابب ان انت تغير في الكلام ده. يعني انا شخصيا لما اجي اشتغل يعني انا عامل تمبلت خاص بيها مغير الالوان دي، انا عندي عمل الوان اصلا، يعني هتلاقيني مثلا بشوف اللون ده شبه اللون ده مثلا. تمام، وهشوف اللون ده شبه الاحمر يعني، فالدنيا بايظه معايا، فانا بغيرهم بخليهم ايه. بس طبعا لما اجي اشرح لكم بشرح لكم بالديفولت يعني. خلاص يا باشمهندس.